ولمناقشة استمرار تردي الوضع الأمني في محافظة ديالى ودور الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. سيد يحيى، السلام عليكم. لا يخفى عليكم يعني حالة من الرعب تسيطر على سكان محافظة ديالى منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وحتى هذه اللحظة، لكن إلى ما ترجع هذه الحالة التي يعيشها أهالي المحافظة في الفترة الأخيرة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، حالة الرعب الذي يعيشها سكان ديالى بسبب ما فرضه المحتل من واقع الفوضى وعدم وجود القانون الذي يحتكم إليه الناس، فأصبح المواطن لا يأمن على حياته فضلا عن استهداف مسببات عيشه ومصادرة أرضه وداره وطرده من محافظته ومدينته بل وحتى من وظيفته. نعم. حالة الفوضى والقتل والتدمير هو ما يميز منهج الاحتلال الذي أرسى دعائم إنشاء الميليشيات الطائفية التي تقتل على الهوية وتمارس التهجير والسيطرة على مقدرات ديالى التي تواجه أشرس عدوان في تاريخها كونها على الحدود الإيرانية، وإن كان هذا العدوان لا يختلف في شراسته ببغداد والمحافظات الأخرى إلا أن ديالى كانت الضحية الأولى للتغيير الديمغرافي وترحيل سكانها الأصليين من المكونات الأخرى، وكانت المنطلق لإحداث التغييرات على الأسس الطائفية في المحافظات الأخرى. طيب أستاذ يحيى، يعني عمليات الاغتيالات في محافظة ديالى تتصاعد وأيضا تستهدف العديد من المواطنين في مناطق متفرقة من ديالى، لكن ما الهدف وراء هذه الاغتيالات لا سيما أنها تستهدف بشكل خاص الكفاءات؟ ما الغاية من وراء ذلك؟ في عمليات الاغتيال في ديالى تطال الكفاءات والشخصيات المنادية بالسلم الأهلي والمجتمعي وإعادة الحقوق لأصحابها، ولكن هذه العملية تسعى لإفراغ ديالى من كافة عناصر قوتها ووجودها وجعلها قاعدة متقدمة للأجندة الخارجية المعادية بعيدا عن أي بناء ونهضة، ليصبح التخلف والتخريب هو ما تعمل عليه هذه الطغمة الفاسدة التي رهنت العراق برمته لأسيادهم الحاقدين على العراق وأهله. طيب سيد يحيى، ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في الأزمة الأمنية التي يعيشها سكان ديالى في وقت يعني نسمع منهم يقدمون فيه أنفسهم، المقصود هنا الميليشيات، على أنهم حماة للعراقيين؟ الميليشيات تلعب الدور المسنود لها بالقتل وتشريد المكونات الأخرى ونهب مساكنهم وأرزاقهم والسيطرة على موارد المحافظات وخاصة ديالى وتنفيذ الأوامر المسندة لها كقوة السلاح خارج القانون، ولكنها تستلم مرتباتها وأسلحتها من الحكومة لتنفيذ مخططات من هم خلف الحدود. أما كونهم حماة للعراقيين فهذا مخالف لأعمالهم، هم حماة لمشروع المحتل الذي يهدف السيطرة الإقليمية على المنطقة. تعتقد أستاذ يحيى أن الانفلات الأمني ممنهج في ظل عدم تحرك الحكومة في بغداد وبالتالي استمرار الانفلات الأمني منذ عدة سنوات، هل تعتقد أنه ممنهج من قبل الحكومة أم خارج سيطرة الحكومة؟ أخي الكريم، الحكومة هي نتاج أحزاب الفساد ومجلس نواب جاء بالتزوير والخداع لشرعنة كل أبواب القتل والهدم للعراق ومنجزاته على مر العصور. لذلك لا يمكن أن تتحرك هذه الحكومة وهي من رحم الفساد والتبعية للمحتل. كل ما يجري من قتل وإجرام وتهجير للأهالي من مدنهم وغمط الحقوق يجري وفق مخطط مرسوم وممنهج تحت أعين هذه الحكومة وأدواتها. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، شكرا جزيلا لكم.